أسعد الله صباحكم، صباح الخير. سعيد أنت رايق؟ الفندق أغلب الفنادق في إنتر لكن مع الريوق يعني. تحط البيض في الماكينة وتقول وتختار لون الأخضر، تبغى ولدن نيها تخليه 10 دقائق لحم. هذا محمد وهذا ياس، هاي الاثنين مواليد نفس اليوم، هذا جاي الفجر وهذا جاي المغرب، صح؟ صح؟ صح شباب، ضحكوا زين، شو فيكم زعلانين؟ السلام عليكم الخال، ايش حالك؟ شو الاخبار؟ عساك بخير، شعلوك؟ يا مرحبا يا مرحبا. سعيد تحصل بك. يا سلام يا سلام. السلام عليكم، اليوم الجو مغيم ورايحين طال عماركم مدينة تبعد 30 دقيقة عن أنتار لاكن. هذا الفندق اللي ساكنينه فيه المواقف مجانية للفندق. مواقف مجانية في هذا الفندق. المنطقة اللي رايحين لها عاطلنا الجي بي اس 30 كيلومتر. المنطقة وايد ناس ما يعرفونها وهي قريبة من أنتار لاكن، منطقة حلوة. بحاول أخذ لكم لقطات في المنطقة إن شاء الله. نحن مع القطار سباق من الصبح، بنشوف نوصل قبل نحن ولا هو. مشكلة أرعى السيارة اللي قدامي ما خاص. هذا شو أنا؟ سباق معاه اليوم. حياكم الله من مدينة ثون السويسرية، تبعد عن انترلاكن 30 دقيقة أو 30 كيلو بالضبط تقريبا. مدينة جميلة وما يعرفونها وايد من أخواننا العرب. المدينة جميلة جدا. هذا مول، موجود مول فيها. واللي ما يحصل سكن في انترلاكن يسكن هني ويروح انترلاكن يوم كام يرجع هني، لأنه وايد ناس ما تحصل سكن في انترلاكن. براويكم المدينة فيها أسواق حلوة، فيها مشتريات وأرخص عن أنتر، لكن أنتر لكن يعتبرونها سياحية وكل شيء غالي فيها. براويكم لقطات للمدينة. مدينة هذا شارع التسوق في ثون، تنزيلات شهو عندهم. لا توقفون في المواقف، لا توقفون فيها، لأن هاي 30 دقيقة بس. في مواقف شوي قدام تحت الأرض، هاي وقف على كيفك. في جميع أنحاء أوروبا لا توقف فوق، فوق الأرض، وقف تحت البركانات اللي تحت أو المغلقة، البركانات المغلقة أفضل. اروح ادور اصدقائي اول شيء بشيلهم معاي عشان النساء يسوون شوبنج على حتهم، عقب بصور لكم شغلات وايد حلوه.
عاد اشوف السمك ولا اسوي لكم زوم؟ يا هي صح يلا روح لا تبى الالعاب يلا المنطقة ما شاء الله حلوة، الجو مغيم، أمطار، كوفيات كلن على النهر، فيها ألعاب، فيها شوبينج. زايرة. يلا حط الفوق هذا زومبي واحد ثاني بس بند بابا
هاي الحفرة شفتها في قلعة اسكندرية، ساعات تكون تهوية وساعات يكون حق الشردة، يوم صار لهم غزو يعبدون في البحر مني. هذا تشوفه أجين. حق بيت الوحش عشان الوحش يضرب الجنون. طبعا القلعة اللي كانت وراي هذه من القرون الوسطى، هو قليل منها باقي بالوقت هذا من القرون الوسطى، كانت درع حصين بالمنطقة هذه كاملة، منطقة ثون بنوها في نهاية القرن الثاني عشر زي ما يقول لكم. شوف القلعة هذيك في نهاية القرن الثاني عشر بدأوا بناها. باينة المدينة قديمة، حاول نلتقط لكم بعض المناظر منها. الجو جميل اليوم ما شاء الله. لفي من هناك، لفي من هناك، من هناك لفي. كمل عند القلعة الثانية. وهاي اللي احنا عدالها، ها شوفوا متى مبنايه، شو وضعها 1864، بروكم صورها بعد شوي. الحين القلعه عباره عن متحف تتكلم عن المدينه كامله، مدينه ثون. ما شاء الله السحاب يضرب في الجبال اذا واضح عندكم. اخذنا لفه في هذه القلعه الجميله هذه القديمه. الحين بنزل السوق شوي، عندهم سوق حلو في المدينه هاي، سوقهم حلو هاديه، يعني عرب تقريبا يمكن عائله واحده شفنا بس. زي ما قلنا لكم اللي ما يحصل في انترلاكن يسكن في هاي المنطقه، يحوط طول يومه في انترلاكن يرجع يباتني فنادق ارخص ومكان وايد حلو صراحه. أمس العالم حصلتهم في انترلاكن كلهم يدورون فنادق، كل العالم يدورون فنادق، فنادق على فكرة تعبانة، وايد فنادق تعبانة في انترلاكن، انتبهوا يعني. بعض الفنادق شو يسوي لك؟ يعطيك غرفة أنت حاجز على بوكينج، يقول لك حمام مشترك عشان، تقول له يا أخي ما أريد، يقول لك ادفع 400 ولا 200، فهاي حركاتهم يسوونها كل مرة. الطقس عاطلنا ثلاث أربع أيام بيكون مغيم في أوروبا، في المنطقة اللي أنا فيها الحين أربع خمس أيام مغيم وأمطار، ما أدري بقية أوروبا. المنطقة هاي بعد أرخص في الشوبينج، يعني في التسوق أرخص عن انترلاكن، انترلاكن تعتبر سياحية كل شيء غالي فيها، هاي شوي أرخص المنطقة. نرحب بالاضافات الجديده ونقول لكم احنا زرنا ست دول. كل فيديوهات اخر الزياره بحطن في اليوتيوب كل الاماكن اللي رحت. فاتني يوم واحد منطقه بروج في بلجيكا، منطقه جدا روعه، يوم واحد طافني التليفون تم يعلق، انا الحين حتى الحين شغال بالتليفون الصغير، التليفون الثاني تم يعلق. باقي في الرحله ثلاث مناطق، مناطق وليس دول، ثلاث مناطق بزورهن وبتقفل الرحله ان شاء الله بالسلامه. بدت الرحله من المانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، سويسرا، اخر شيء ايطاليا، والحين ردينا سويسرا. المناطق اللي تم زيارتها طبعا نزلنا فرانكفورت، زرنا ديزلدورف، زرنا روموند في هولندا، زرنا بلجيكا، زرنا بروج، زرنا بروكسل، باريس، فيان، جنيف، شاموني، لوزان، لوغان، ميلانو، ايطاليا، بعد ميلانو وحيد انترلاكن، احد يوم في ثون، بعد باقي ثلاث مناطق يعني.
منطقة ثون طبعا خبرني عنها حمد النعيمي، قال ليش ما جبت اسمي؟ هذا ابوي خبير صار له 10 سنوات في اوروبا وناخذ جميع الجداول من عنده ما يقصر. ها نروح بزنا؟ ها يلا بنزلك. تنزلين؟ ليش؟ عندهم مول صغير، مول حلو أظني دورين تقريبا. عيب يا ولد تقول مرة واحدة عيب، عفا عليك لا تتهور يا أخ. أحبك والغلا يسري بدمي والسهر ما قدر عيون السهر، والله إني ما شكيت الناس همي لو عظيم الحلم. خلصنا من مدينة ثون الجميلة، هالحين عندنا نية قبل انترلاكن، بس خلونا الامور بس تتيسر وبخبركم ايش صاير. رحنا نزور المكان مزرعه فراوله وحصلنا منطقه خاصه لممنوع الدخول. هذه منطقه سبيتز، اسمها سبيتز، فيها مزرعه فراوله ولكن قالوا لنا لا تبعد 19 كيلو عن انترلاكن. في الشيار. ايه مشروع زحلاقية الله يستر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، هاي اطول زحلاقية عندهم مني رحنا فيها. يا ساتر اسميد عسى يطير يطير، قال لي قول جود باي حق تليفونك. لا يا اي شغله انا القطار هذا يردنا من وين جايين، القطار هو اللي بيردنا من وين جايين، فريجنا سيارتنا فوق. ركبنا الزحلقيه الصيفيه هنا عند انترلاكن تقريبا، بس صراحه تطير سريعه، لما تضرب بريك تحس انك بتطير منها. سويت الزحلقيه عمو صرخت ضحكت صرخت ضحكت، يعني هسترت بالعربي صح؟ ايه اوكي اوكي. رايحين طال عمارك مصنع الشوكولاتة في انترلاكن قريب في سنتر المدينة، ان شاء الله يكون فاتح بعد ما يرقدون ولا شيء. بس هني المصنع
بس بالحجز المصنع هذا بالحجز احنا قال باكر اليوم فولي بوك قال هذا المصنع يخلون عيالك الصغار يلبسونها ويخليهم صدقونا هاي حلاوة شوكليت ها شوكليت النكل غدينا في هالمطعم الهندي أكله جدا فنان بس سعره شوي أشوفه غالي يعني اللي ما شاف قوس قزح هذا شفتوا قوس قزح شوفوا ممنوع ممنوع تعال وين داشين هناك تعالوا السكاي دايف يطيح علينا السكاي دايف يطيح عليكم أول مرة في حياتي أشوف قوس قزح بهالوضوح يا جماعة طالع 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 العالم كلها تصور شفت شو قوس قزح أمطار عندنا الحين أجواء ممتعة في أنترلاكن وهذه بتكون لنا آخر ليلة في أنترلاكن عقب منطلقين إلى مكان ثاني إن شاء الله المكان يبعد 240 كيلو مني ها حد بيخمن حد يقدر في المكان وين طالحهم هزاع وين رايحين وين رايحين وين رايحين رايحين نسوي رياضة وين رايحين رايحين نسوي رياضة نسوي رياضة وانت تسوي رياضة يلا رحنا قوموا يلا روح جمباز يلا الله يلا يلا جمباز 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 سرعة يسرع يلا
شوفوا الغيمة. أجواء جميلة في انترلاكن ما شاء الله، ما ودك تظهر، ولكن تقريبا أوروبا بتكون شوي بيكون جوها زين إن شاء الله المرة. شوفوا الغيم ضارب في الإبل. سمعنا قرقع، بروح نشوف شو السالفة. زين وقفه ولا خبل هذا البطل خبل عليه. شو شوفوا الموضوع ماشي اوكي ماشي ولا حق المالديف بخليه بس مشني سبورت خفيف. ايوه يلا سبورت. هذاك فندقنا، تشوفون هذا هو فندقنا. جولة مسائية خاصة، هذه جولة خاصة.